أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: الصلاة في المساجد التي بالقرب من المسجد الحرام في مكة، هل أجرها مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم نعم، كل ما كان داخل الأميال فإنه في حكم المسجد الحرام، بل هو المسجد الحرام. المسجد الحرام يعم جميع الحرم، جميع ما هو داخل الأميال. والله جل وعلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه أسري به من بيت أم هاني، أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني في مكة، ولم يكن نائما في المسجد الحرام، فدل على أن الحرم كله المسجد الحرام. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.